في شهادة أن محمد عبد رسول. عبد أي لا يعبد. من الذي يستحق العبادة؟ هو الله والنبي صلى الله عليه وسلم. يعبد؟ لا، يتبع عليه الصلاة والسلام. فالذين عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم، دعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله، هل بالله هؤلاء أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما أحب، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في ماذا؟ في اتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد؟ أعوذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه: لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إذا هناك أناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ دعاء عليه الصلاة والسلام، ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وينفع ويضر ويقدم ويأخذ. قال له الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، شيء قليل ولا كثير. هذا قسم. القسم الثاني قلنا يبتدع في دين الله، ما شهدوا أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد، لأن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل عبادة، صح؟ أي نعم. قال: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله. أكمل عبادة هي عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأحد أن يأتي بعبادة أكثر مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل ولا مساوي، لا بد تحدون عبادة عليه الصلاة والسلام. ولذلك عندما جاء ناس إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته في بيته، فكأنهم عفى الله عنه وعنهم، تقالوها، أي رأوا أن هذه عبادة قليلة. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم وينام أن هذا نقص في العبادة. وقال الآخر: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. صوم الدهر كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر. قالوا: لا، هذا نقص من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا معنى الكلام. وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتزوج النساء هذا في نقص، أن يكون بهذا ترك للعبادة، ولا النكاح سنة من سنن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وعبادة. فعندما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس وقال: أما إني أتخافهم لله وأخشاكم له، ولكن أصوم وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب يعني أعرض عن سنتي فليس مني. ولهذا كان الجزاء يوم القيامة من جنس العمل الذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. نسأل الله من فضله يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه جزاء وفاقا، كما تصنع في الدنيا تشرب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تشرب من يديه ومن حوله. نسأل الله من فضله. والذي يبتدع في هذه الدنيا ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجزاء في الآخرة من جنس العمل، يبعد. يأتي أناس يريدون الشرب من الحوض فيبعدوهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. هذا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فيقولون له عليه الصلاة والسلام: إنك لا تدري، لا تعلم الغيب، إنك لا تدري ما أحدثوا ويبتدعوا في دينك بعد. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا.
لأنه كيف يتبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، يتبرأ منهم في حياته ويوم القيامة. من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ يوجد؟ ما يوجد. لأنه لو قلنا يوجد في الإسلام بدعة حسنة كما قال الإمام الحنفي فقد زعم أن محمدا خان الأمانة. ثم كيف نعرف أنها حسنة أو سيئة؟ بماذا؟ بالعقل؟ إذا قلنا بالعقل معنى هذا وافقنا إبليس. ولو قلنا بالشرع، الشرع ليس في بدعة حسنة والحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة حسنة. ها؟ طبعا. والحمد لله رب العالمين. فلا بد يا أخواننا أننا نعرف عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمور. لا بد نعرفها عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا أن لا نعرف شيء عن الله أو عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نسب النبي صلى الله عليه وسلم، من يعرف نسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا لا أسأل كسر عام. الله أعلم لو أسأل كسر عام فالإجابة ما شاء الله سديدة. نسب النبي صلى الله عليه وسلم أقل ما يحفظ في نسب النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم بن قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليهما على نبينا أفضل الصلاة والسلام. يا رجل لو قال لك ما هو اسم رئيس هذه الدولة تحفظ الرئيس ورئيس الوزراء. أي نعم اسم النبي صلى الله عليه وسلم قد ما يحفظ في نسبه عليه الصلاة والسلام. كم له من العمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم كم كان؟ كم بقي في هذه الدنيا؟ 63 سنة. بعد على كم سنة؟ اللي يعرف 14 سنة. بعد على عمر كم؟ لا لا ما يصح حكا بالإصبع. نعم الشيخ على 40. وبقي بعد أن بعد كم؟ عام 23. الله يفتح عليك. اللي يعرف هكذا بالاسماء هل هو نبي او رسول؟ من يعرف؟ هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي او رسول؟ من يعرف؟ اخواننا ما نعرف النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي او رسول؟ رسول. نبي ورسول. نبي ورسول. نبي ورسول. نبي ورسول. نبي ورسول. طيب. ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى ماذا يدعو؟ لابد نعرف يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا يدعو حتى ندعو لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يدعو إلى التوحيد وينذر عن الشرك. إذا يعلم الناس التوحيد ويحذر الناس عن الشرك. إذا هذا لابد يكون حال أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلم الناس التوحيد. هذا ما صار على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم التوحيد ونعمل وندعو صحيح. طيب إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى قومه سبياخ. إلى قومه خاص أو إلى أهل الجزيرة العربية أو إلى قريش أو إلى العرب أو إلى من؟ إلى من بعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يفتح عليك. إلى الثقلين الجن والإنس. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كفر أكبر كائن من كان يهودي أو نصراني أو مجوسي أو غيره. صح؟ اليهود والنصارى زمن النبي صلى الله عليه وسلم بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به. مسلمين ولا كفار؟ كفار ما نشوف في كفر أصلا. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين أو لا؟ نعم نعم نعم. هذا الذي يبتدع كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذا. قال لا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي بلغ أهل المسجد. إيش اسمه؟ ها؟
الهدى. قال بلغ أصحاب مسجد الهدى أن يصلوا اليوم العصر 5 ركعات وأبلغهم مني السلام. نقول كذاب والله ما يمكن، لأن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمان وترك شيء لم يبلغ للناس وأنت تبلغ له. ومن متى ومن قال لك أن الشريعة تأتي بالمنامات؟ من أين أصبح الدين منامات؟ صح؟ أو الدين قصص؟ ما يمكن يكون هذا. صح؟ طيب